تسكير سوق العملة هذه دوارة في المواطن العادي، أنت تزيد تسكر عليه حتى في الشريان الحياة اليومية. قلت له عملية، سمحني نقول لك والله في الضوابط دي، واحد ياكل في واحد، ياكل واحد ياكل في واحد. ماذا بعد غلق محل بيع العملة بطرابلس؟ صدمة استفاق على وقعها تجار العملة بطرابلس بعد غلق السلطات الأمنية لمحل بيع وشراء العملات الأجنبية بسوق المشير بالمدينة القديمة. وقد جاءت هذه الخطوة بعد مطالبة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بمنع المضاربة بالدولار، إذ قال: أصبح الدولار كأنه سلعة ولا يجوز أن نحول العملة إلى تجارة. خطوة أثارت ردود فعل متباينة، فبينما اعتبرته السلطات مساراً هاماً لضبط الفوضى الاقتصادية، يرى آخرون أنه قرار مشحف في حق المواطن. تسكير سوق العملة هذه دوارة في المواطن العادي، أنت تزيد تسكر عليه حتى في الشريان الحياة اليومية، شن دخل المواطن هذا اللي يبيع في السوق؟ هذا شور الدولة، هذا المسؤولين، موش الشاب العادي اللي يخدم في سوق دولار وياخذ ويبيع ويشري. والله كذلك هذا ما هو بنك مصرف ليبي، هذا ما فتح بنك، هذا تلقى عنده حواله بسيطه والله تاجر، هذا ما عندهش خدمه يخدم في الخدمه هي، حتى نعتبر هذا انسان يخدم في عمل حر. المواطن العادي هذا في سوق الدولار نعتبر انسان عادي هنا، لكن المسؤولين الكبير هم المسؤولين الكبار هم اللي عليهم الكلام. ما تجيش لي مواطن، ما تجيش لي دكان، ما تجيش لي سوق، ما تجيش لي كذا، تعال لي مسؤولين. معقولة دولة ليبية، دولة نكلم فيك على دولة تحمل 6 مليون شخص، تصير فاعل توصل المواصيل حتى مصر ليبيا المركزي يتسكر بالطريقة هي؟ تو وين عايشين احنا؟ في غابة، في قانون غابة، حتى قانون الغابة ما هو شكي، نعرف ان الاسد ياكل الحيوان الضعيف يا راجل. هذا فات قانون الغابة غادي. شن ذنبه مسكين؟ يعني اللي يبيع في الدولار تلقاه هو يعني يشري فيه بسعر ويبيع بسعر أساس قوت يومه، يعني حتى يعتبر معذور، يعني يعتبر صراحة معذور، ما عندهش ما يدير. يعني التاجر اللي يرفع في الأسعار وفق الظروف برضو يعني لا يلام أحيانا، لأنك أنت موقف الاعتمادات وموقف الحوالات وتقتصر على ناس معينة. أنت لو جيل الطبقة اللي هي الآن المجتمع الليبي للأسف الشديد أصبح طبقتين أو يقارب من ذلك، طبقة عليا غنية وطبقة في خط الفقر أو تحت الفقر. فيعني المشكلة الأساسية قلنا زي ما قلت لك أن هي تحل مشكلة الدولة أساسا، وارتفاع الأسعار هذا لن ينتهي في ظل وجود هذه الإشكاليات وهذه المشاكل. قرار غلق أسواق العملة بطرابلس لم يثر حفيظة المواطنين فقط، وإنما يرى مختصون أن هذه الخطوة ليست حلاً لإيقاف قفزات الدولار، معتبرين أن الداء نابع من مصرف ليبيا المركزي، وأن إغلاق السوق لن يوقف عمليات المضاربة التي قد تتم في الأروقة الخفية. الإقفال طبعاً هو للسوق الموازي الآن جاء متأخراً، يعني بعد فترة من الزمن أنه تفشى المرض في البلد. السوق الموازي أصبح جزء من سوق سلطة النقد، بدل من هو أصبح سوق سوداء أصبح هو السوق الرئيسي للعملة. الآن يعني الأسواق الموازية أصبحت بشكل رسمي، وهي الآن في طرابلس موازية أو مجاورة للسوق المصرف الليبي المركزي، وحسب اعتقادي نشأتها وقوتها تمتد من داخل المصرف المركزي، وتمتد معلوماتها من داخل المصرف المركزي، وأصبح كل التغذية من المعلومات والاقفالات تاتي من داخل السوق من المصرف المركزي. فاقفال المحلات يعني بشكل هذا الموجود الان هو هذا لا علاقه له بمكافحه السوق السوداء ولا السوق الموازي، بالعكس هو ضيق الخناق على المواطن. برايي اغلاق او متابعه بيع المحلات السوق الموازي او الحمله اللي صارت على محلات بيع العملات النقد الاجنبي سواء كان دولار او يورو او غيره اعتقد انها غير صحيحه وغير سليمه. هذه لا تغني او لا تنهي هذا السوق نهائيا، ربما بالعكس تفاقم المشكله. هذه العمله ستباع في المقاهي في المطاعم عبر اروقه الشوارع، بالتالي لا ارى ان هذا الاجراء صحيح، بل بالعكس قد يفاقم المشكله وينعكس على سوق المال الليبي ويصبح في شح في المعروض، بالتالي حيرتفع السعر. كنت اتمنى على الجهات الامنيه والضبطيه المسؤوله
بالتنسيق مع ليبيا المركزية منح ترخيص لهذه الأسواق والمحلات ونضبط السوق، لكن بهذه الفوضى وهذه الهمجية طبعا هو سبب من أسباب أن السوق الموازي في ليبيا سوق هش وسوق مبني على إشاعات، وبالتالي يرتفع بسرعة وينخفض بسرعة، وبالتالي هناك فيه نوع من المغامرة أو المقامرة بصحة التعبير. إن إغلاق محلات بيع العملة بسوق طرابلس لا يعني توقف عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي في السوق السوداء أو السيطرة على الأسعار بها، وإنما ستصبح هذه العمليات تجري في الخفاء تحت الطاولة، يعني في البيوت والمقاهي والورش ومكاتب وشركات الصرافة غير المرخص لها، طالما توقفت أو عجزت المصارف التجارية عن تقديم هذه الخدمة. السوق الموازي عندما تتجاهل السلطات ثقباً في قاع السفينة. انطلقت المضاربة في السوق السوداء للعملة بشكل غير رسمي وفي سرية تامة في نهاية ثمانينات القرن الماضي ابان حكم معمر القذافي، وكانت مقتصرة على أصحاب محلات تجارة الذهب قبل أن تتوسع بشكل لافت في منتصف التسعينات، وقد كان التجار يتحكمون في أسعار العملات الأجنبية كما يشاؤون، رغم أن القانون الليبي آنذاك كان يجرم العملية ولا يسمح بها إلا لشركة الصرافة للخدمات المالية. ومع مرور السنوات تحولت معظم محلات الصرافة من بيع اللحوم والأحذية إلى تجارة العملة، ولم يعلق أي مسؤول بمصرف ليبيا المركزي على ادعاء محلات الصرافة بأن لديها تراخيص لمزاولة المهنة، ما أدى إلى ازدهار هذا النشاط بشكل لافت متأثراً بما شهدته البلاد من تشظي سياسي وتوترات أمنية وسط صمت مصرف ليبيا المركزي. ظهور السوق السوداء في سواء كان سوق عملة أو سوق سلع سببها غياب السلطة الحقيقية أو المتمثل في مصرف المركزي في أداء واجبها وتوفير العملة الأجنبية أو عملة الدولار واليورو اللي هي مفروض توفرها أم بشكل بطاقات أو بشكل كاش نظرا لقيود اللي أنا مفروض على المصرف المركزي. لكن ازدهار سوق السوداء هو سبب مصرف المركزي مصرف ليبيا المركزي بالمشاكل اللي فيه بعزة عن تنفيذ السياسة النقدية بتاعها، في عزة عن توفير عملة صعبة، في عجز عن سداد التزامات اللي موجودة عليه من متطلبات، مش قادر يوفر العملة المحلية والعملة الصعبة. فعدم قدرة المصرف المركزي في الفترة اللي هي بعد 2014 إلى يومنا هذا في توفير عملة صعبة حتى بشكل بطاقات، حتى البطاقات اللي هو الأغراض متوفرة بشكل مقنن ومحصورة في تطبيقات معقدة الغرض منها إطالة الأزمة في السوق السوداء في السوق الرسمي وأحياء وانتعاش السوق الموازي. يعني أي إجراء يتخذه المصرف المركزي في تعقيد وصول العملة الصعبة للناس هو يؤثر بشكل إيجابي في السوق السوداء، يخلي السوق السوداء ينشأ. ما دام ما فيش معروض في السوق الرسمي نقصد ليبيا المركزي، أكيد هيتجه التجار والمواطنين إلى السوق الموازي ويتطلبوا أو يأخذوا احتياجاتهم من هذا النقد الأجنبي من تلك السوق، سواء كان عبر المحلات أو عبر المقاهي والمطاعم. بالتالي انتشار هذا السوق هو كان سبب ليبيا المركزي عندما منع دخول الكاش والدولار في المصارف، وكان هو سبب في ازدهارها عن طريق ما يسمى بالموازنة السرادية. كان بعض الناس تشتري الدولار بدينار و40 وجهات أخرى لا تستطيع أن تحصل على هذه الاعتمادات، وكان الدولار ب7 و8 و9 وصل لأرقام قياسية في 2016 و2017. المواطن يطحن تحت ثقل قرارات هاوية. موضوع مش موضوع دولار بس، موضوع ان التاجر ولا المواطن العادي ما يسمع بغلو الدولار بدا الدكان اللي فاتح حتى واخذ بضاعه من قبل بسعر بشكل اخر ينوط فيه بروحه بسعر مرتفع الاشاعات والامور هي. والله الناس راهي ما بعد عبد التراب سبحان الله، قصدي الناس شنو بعد الواحد بياخذ حاجه صغاره، بياخذ حاجه بيتها، بيشري بهادي بيشري هادي، معاش موفق حتى المرتب مع المواطن الليبي. وبدت العمليه سامحني نقول لك والله في الضوابط واحد ياكل في واحد ياكل واحد ياكل في واحد، المواطن العادي معاش ملحق على شيء. ارتفاع الدولار اسبابها طبعا احنا عندنا مشكله اساسيه هي عدم وجود دولة طبعا وعدم هيبة الدولة والانقسام السياسي الموجود في الدولة والتكالب على الكراسي، كل هذه المشاكل أدت إلى ما نحن عليه الآن بصراحة. يعني والضحية والضريبة هو المواطن يدفع الضريبة وتشوف فيه ارتفعت الأسعار وارتفع الدولار.
أوضاع اقتصادية سيئة يعانيها الليبيون مع انهيار القدرة الشرائية وتضخم أسعار السلع الاستهلاكية، فلا يخفى أن سعر صرف الدولار بلغ حاجز 8 دينار، وهو ارتفاع غير مسبوق أثقل كاهل المواطن الذي لا يزال يطحن تحت تقلبات سوق العملة وأزمات الاقتصاد وسط عجز حكومي عن إيجاد الحلول. ارتفاع سعر الصرف إلى أكثر من 8 دينار سيكون له الأثر والانعكاس الحاد على القدرة الشرائية للمواطن، نظراً لارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات المطلوبة للمواطن، وبالتوازي عدم ارتفاع دخل المواطن عليه ستكون العواقب وخيمة على المواطن وكذلك الاقتصاد الوطني. كل ما يكون سعر الصرف في السوق الموازي مرتفع بينعكس على المواد الخام، بينعكس على سعر السلع، وبالتأكيد على المنتوج النهائي يعني على المواطن، وبالتالي القوة الشرائية للدينار الليبي. هذا الارتفاع وصل إلى 8 دينار صحيح المدة الماضية، وكان يعني انعكاسات كبيرة جدا، زاد من انخفاض القوة الشرائية للدينار الليبي وسبب التضخم، وبالتالي القوة الشرائية للعملة الليبية أو الدينار الليبي انخفضت بمستوى عالي، وخاصة بعد الضريبة 27% الفترة الماضية، وازدادت التضخم بعد انعكاساته. المشكلة اللي صارت في مجلس إدارة مصر في المركزي وقالة المحافظ السابق صديق الكبير، كل هذه التداعيات متراكمة اللي يحدث الآن هو نتيجة وليس سبب، أدى لارتفاع الدولار في السوق الموازي، أدى لارتفاع السلع، وربما حتكون في مشكلة في توريد السلع في المدة القادمة، وينعكس على ارتفاع أسعار السلع الأساسية اللي هي الأرز والدقيق والسكر وغيرها من السلع المهمة والأساسية لاحتياجات المواطن. من وجهة نظري الارتفاع هنا وطلب على الدولار، لأن الطلب على الدولار طلب غير حقيقي، والطلب عليه في غرفة الواتس عند الأسواق اللي هو في سوق ليبيا بالكامل، سواء كان سوق طرابلس أو بنغازي، فكان السوق هنا طلب غير حقيقي أدى إلى ارتفاع العملة في السوق الموازي بشكل مخيف يعني، وكان الفرق بين الكاش والصك تقريبا وصل إلى 90 قرش وقارب إلى فوق. هذا هو طلب غير حقيقي يستفادوا منه تجار الأزمات اللي هم نفسهم أصحاب الأزمة يعني، فهذا حيؤدي إلى ارتفاع إلى الأسعار في المواد الغذائية، حيكون صعب رجوعها بحجة أن البضاعة شريت في تلك الوقت بثمانية دينار وسبعة ونص وإلى ما ذلك من الحجج الواهية. مفروض هنا أن تتحرك السلطات، سواء وزارة الاقتصاد ولا وزارة المالية ولا المصرف المركزي المجلس الإدارة الجديد والمحافظ الجديد في كبح هذا الموضوع ومحاربة. لا شك أن التجاذبات السياسية تنعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي للبلد، والضحية الأولى لهذه المشاحنات هو المواطن الذي بات اليوم يتخبط بين براثن الغلاء وأزمة شح العملة وغياب القرارات الصحيحة. فماذا بعد غلق محل العملة الموازية بطرابلس؟ هل قدمت السلطات حلولاً بديلة؟ هل سوق المال في ليبيا مستعد لمثل هذه المقامرة؟ ومن سيكون المستفيد الأول من هذه القرارات؟ أسئلة مع الأسف تبقى دون رد.